أنت محبوبنا يا حسين يا نبض قلوبنا كعبة طاف فيك البرور شمع شمع حبك نور كعبة طاف فيك البرور شمع سلام من الله عليكم متابعينا ومشاهدينا الكرام متابعي القناة الرسمية للعتبة الحسينية المقدسة. أسعد الله أيامنا وأيامكم بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، ونحن وإياكم في هذا اليوم المبارك تحديدا من داخل وحدة البث المباشر المباركة. سيتم اليوم سحب القرعة وإعلان اسم الفائز، ولكن بعد الفاصل. رسول الشعب بلغنا وعلى العالم تفاخرنا كحل اسمه. وهذه عودة مرة أخرى متابعينا ومشاهدينا الكرام لسحب اسم الفائز من المسابقة عطاء الإمام الحسين التي انطلقت من 1 رمضان والتي انتهت في يوم 25 من شهر رمضان المبارك. الآن ستجرى سحب القرعة ويكون اسما واحد لهذه القرعة. اللهم صل على محمد وآل محمد. هنيئا لكل من شارك وساهم في هذه المسابقة المباركة من عطاء الحسين وعطاء الإمام الحسين كثير إن شاء الله. فهنيئا لصاحب هذا الاسم. يا الله يا الله، اللهم صل على محمد وآل محمد. الفائز عباس رزاق شيال راضي من محافظة الديوانية. ألف مبروك وهنيئا لك هذه الراية المباركة التي لامست ضريح الإمام الحسين سيد الشهداء عليه السلام. هنيئا لك أيها الموالي أيها المتابع وأيها المشاهد والداعم لهذه القناة المباركة للعتبة الحسينية المقدسة، وتحديدا في هذه المسابقة الرمضانية عطاء الحسين، علما أن هذه الأسماء ستوضع الأسماء في الضريح المبارك لسيد الشهداء عليه السلام. كل من أوصانا بالدعاء والزيارة ونحن من وحدة البث المباشر والأخوة الذين يبذلون كل ما بوسعهم لإيصال صوت سيد الشهداء عليه السلام، هذه ليست المسابقة الأخيرة، انتظرونا في مسابقات أخرى إن شاء الله. أستودعكم الله في أمان الله وحفظه. يا حسين